الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة أصبح من عادات أغلبية العائلات التونسية، حيث يزداد الإقبال بشكل خاص على المرتبات. وبهذه هي المناسبة دعات وزارة الصحة المواطنين إلى الابتعاد عن الأسواق الموازية والتعامل فقط مع المحلات المعروفة. بسمة معلوي. لا يختلف اثنان على أن الاحتفال برأس السنة الميلادية عادة لا تفارق العائلات التونسية، ورغم كثرة المواسم الاستهلاكية وارتفاع الأسعار التي أرهقت الميزانية، فإن اقتناء المرتبات في نظر الكثيرين ضرورة لا تحتاج إلى جدال، وكل الأمل في أن تتحسن الظروف الأمنية والسياسية بالبلاد. استأنسنا من الله بجو تونس، واستأنسنا معناتها كل عام هكايا واحد فرحة عائلية ومعناتها ولما عائلية كل راس عام مستأنسين نجي وناخذ خبزه جاتو. انا اليوم جيت خذيت قبل بنهار خاطر نعرف غدوه، فهمتني، من الصباح سيرتو ديكارلو يبدا معبي، فهمتني، وراس العام مستانس على اللمه، واحد يجيب امه ويجيب عائلته. واحد ديما ناخذوا الجاتو ديما، والعاده ديما ناخذوا جاتو، حتى اللي ياخذ يقول لك انا ما خذيتش مش ياخذ من الدوره ويروح بها للدار وياخذ. ومع بدايه العد التنازلي لاستقبال سنه 2013 شرعت محلات بيع المرتبات في تزيين واجهاتها واعداد الحلويات استعدادا لاستقبال الطلبات المتزايده للحرفاء. ديما ثم قبال هنا موجود، ديما موجود الحمد لله. سانس تونس، سانس ديما ياخذ جاتو ياخذ كل شيء. ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر وان شاء الله بلادنا في خير. وفي هذا السياق حذرت وزاره الصحه من اقتناء المرتبات من الاسواق الموازيه لعدم احترام لشروط الحفظ الصحي، ودعت في المقابل أصحاب محلات بيع وصنع المرتبات إلى احترام شروط النظافة في جميع مراحل الإعداد. هذا وأكد محمد الرابحي مدير إدارة حفظ الصحة بوزارة الصحة تواصل عمليات المراقبة الصحية إلى ما بعد رأس السنة الميلادية، حيث يتعمد البعض تسويق المرتبات المتبقية بعد أن تنتهي مدة صلوحيتها.